احلامي تبقي زي مين؟ دكتور طه حسين، طيب اشمعنى دكتور طه حسين يعني بالتحديد؟ اللي هو نفس الحالة بتاعتي أول حاجة، تاني حاجة طبعا إن هو تحدى الإعاقة بتاعته وبقى نموذج جميل جدا بيتحاكى بيه التاريخ وبتفتخر بيه بلدنا. طيب عندك هوايات؟ عندك حاجة بتحبي مثلا تبدعي فيها؟ يعني الهواية بتاعتك؟ أنا بحب التأليف جدا، بحب إن أنا أألف قصص، روايات، المسلسلات، الحاجات دي يعني. يعني بتحبي كتابة الروايات والكلام ده؟ بس أنا محتاجة إن حد يدعمني، بس أنا عايزة مصدر موثوق، عايزة حد يدعمني. طب انت عندك روايات او حاجة كنت يعني كاتباها، كاتبة حاجات حاليا يعني معاكي وموجودة وكده؟ طيب المذاكرة بتاعتك بقى كانت اغلبها اونلاين ولا كانت عن طريق الدروس؟ انت بتروحي دروس وبتحضري حصص وكلام من ده؟ أنا كانت بتبقى الدروس والحصص، وتاني حاجة إن ماما كانت بتسجل لي الدروس، يعني كانت تقرا من الكتب، أنا أفتح التسجيل وهي يعني تقرا الكلام ده من الكتب وكده. كان ممكن والله إنها تسهر معايا لحد الفجر وهي بتقرا، ويعني ما بتقولش لأ أبدا، مفيش مرة احتجت لها فيها قلت لأ، حتى لو كانت تعبانة جدا يعني. وكان برضه ساعات بيبقى المذاكرة بتاعتي اونلاين، اذا كنت انا مش فاهمة حاجة مثلا من التسجيل او كده، لو في حاجة مش فاهماها، جزء بسيط مش فاهماه، ممكن ادخل المدرس تاني افهم منه مثلا كده. يعني كان اعتمادك الأساسي على الشرح أونلاين؟ لا مش اعتماد اساسي، انا الاعتماد الاساسي كان على الحصص بتاعتي في الدروس ثم التسجيلات اللي بسجلها اونلاين. طيب يعني اعتمادك الأساسي كان على حضور الدروس ولا على إن أنت تفهمي الحاجة خلاص، يعني ذاكرتي الحاجة مرة واحدة ولا بتكرريها ولا يعني؟ لا ما انا شعب ادبيه، الشعب الادبيه مش عايزه بس فهمي، عايزه حفظ كتير برضه، حفظ تمام. كتير. ده كانت الصعوبه الصراحه، لان انا ما بعرفش احفظ، انا بعرف ان انا افهم، يعني الحفظ كان بالنسبه لي برضه بيبقى شيء صعب. طيب